من باريس مشاهدينا ينضم إلينا علي ناصر الدين كاتب ومحلل سياسي. أستاذ علي أهلا ومرحبا بك على شاشتنا. أهلا. بداية نود أن نسأل صراحة، يعني إلى أي مدى أسهم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران إلى تحقيق فاجعة اقتصادية أنصح التعبير في إيران برأيكم؟ لا، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق هو أساسي بالنسبة لإيران. كل ما تبقى يبقى بعد الولايات المتحدة، كل ما يهم إيران هو الولايات المتحدة. نعم، رغم كل ما تقوله إيران، ولكن الآن الوضع ليس واضحا في أوروبا، وأنا حسب اعتقادي أن بالنتيجة إذا لم يتوصل الأوروبيون إلى حل هذا المشكل بطريقة أو بأخرى، أو إعادة المفاوضات أو إقناع إيران بالمفاوضة على بعض البنود، أوروبا أيضا إن لم تنسحب فستبتعد عن ولن تترك الولايات المتحدة. طب أستاذ علي، يعني قراءتكم لتهديد المتحدث باسم الهيئة الرئاسية الإيرانية يعني لشركة توتال في حال لم تلتزم بتعهداتها، كيف ما هي مآلات هذا الموضوع يعني؟ توتال هي شركة عالمية، وهي شركة قوية وكبيرة، وتحترم توقيعاتها بالطبع. كل هذا يتوقف حسب الاتفاق المعقود بين شركة توتال وإيران. إذا كان الموضوع كما تدعي إيران أن هنالك بنود جزائية في حال تمنعت توتال أو انسحبت عن إكمال الاتفاق، نعم، فتوتال ستدفع بالطبع تدفع البند الجزائي المتفق عليه، وهذا شيء طبيعي بالنسبة للشركات الكبرى أو أي شركات أخرى عندما يكون هنالك عقود. ولكن إيران أرادت أن تصور أنها قوية، وأن تبعث رسالة إلى شركات أخرى بأن سيخسرون كثيرا إذا تركوا أو إذا انسحبوا من إيران. طب أستاذ علي، يعني إذ ما تم اتفاق بين بيونغ يانغ والولايات المتحدة حيال موضوع النووي فيما يخص بيونغ يانغ، يعني لماذا إيران أيضا تتخوف من موضوع هذا الاتفاق؟ كيف سينعكس عليها يعني إذ ما تم؟ إيران تعتمد كثيرا في تطوير تسلحها وصناعاتها الحربية على كوريا الشمالية، وكوريا هي التي زودت إيران بمعلومات وتقنية الصواريخ الباليستية وغيرها من تقنيات الأسلحة. الصناعات الإيرانية ليست متقدمة كما الصناعات الكورية الشمالية. كل ما تفعله إيران ربما تزيد قليلا من مسافة الصاروخ الباليستي، ولكن إيران ليست دولة كبيرة وعند لديها التقنيات الكبيرة حتى تصنع الأسلحة التي نراها، إن كانت صواريخ باليستية أو حتى البرنامج النووي الإيراني، فقد ساعدت فيه كوريا الشمالية. وبالطبع إذا كان أو إذا حصل اتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية سيكون من الصعب على كوريا الشمالية أن تستمر في مساعدة إيران تقنيا في صناعاتها للتسلح. في حقيقة الأمر يعني تحذير إيران لبيونغ يانغ ينبع من إطار يعني انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وبالتالي يعني هي توجه نوعا من النصائح. يعني أنا لا أعتقد أن كيم جونغ أون هو
بحاجة إلى نصائح إيرانية، فهو يعرف ولديه مصالح أكبر مع كوريا الجنوبية، ويعرف أن في حال اتفاق مع الولايات المتحدة سيكون لديه مصالح كبيرة مع الولايات المتحدة أكبر من مصالحه مع إيران. إيران هي التي تتخوف من أي اتفاق كوريا الشمالي وبين كوريا الشمالية وبين أمريكا. نعم، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات، صراحة لم يتبقى لدينا وقت. شكرا جزيلا لك الأستاذ علي ناصر الدين، كاتب ومحلل سياسي، حدثتنا من باريس.